حياكم الله مشاهدينا من جديد في حوار مسائي يجمعنا وياكم. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن شائعات معظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي أسهمت في نشر ما جعله قيادات إعلامية واجتماعية طالب بوضع خطة على مستوى الدولة للرد على هذه الشائعات، والدعوة أيضا إلى تأسيس جهة أو مؤسسة رسمية في الدولة لرصد ومتابعة هذه الشائعات الخطيرة والرد عليها من خلال توضيح معلومات صحيحة ورسمية وبتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة بهدف مواجهة هذه الشائعات التي قد تلحق الضرر بصورة الدولة وملاحقة من يردد هذه الشائعات قانونيا. ويسعدنا في هذا الحوار المسائي أن نطرح هذه القضية للنقاش، ويكون معنا المحامي محمد عبدالله البريكي من أبو ظبي والأخ سالم الكربي باحث اجتماعي من العين، وبيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف الأستاذ هاني الشيباني رئيس قسم البرامج التلفزيونية. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. معنا تقرير عن الموضوع إن شاء الله ونعود للحوار. إذا مشاهدينا نأخذ هذا التقرير عن هذه الحادثة ومن ثم نعود للحوار. كالنار في الهشيم، هذا هو الوصف القديم المتجدد لظاهرة الشائعات التي لا يكاد يخلو منها مجتمع، ولا تزال تحدث من الاضطرابات ما يتعذر في كثير من الأحيان رأب صدعه أو تلافي تداعي أضراره، متكئا على غفلة بعض أفراد المجتمع أو قلة وعيهم أو تساهلهم في بعض الأحيان مع تمرير الأخبار وترويجها دون أدنى درجات التحقق من مدى صدقها أو كذبها أو خطورتها. ظاهرة ليست بسيطة كما يراها البعض، بل إنها قد تهدد استقرار المجتمع إن مست في مضمونها ثوابته العليا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة فيما يطلق عليه الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو البديل بالنظر لما تقوم به من دور متعدد الأبعاد، فإنها تظل في الوقت ذاته سلاحاً ذو حدين، خاصة في ظل لجوء البعض إلى توظيفها بشكل سيء في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة. وكان آخر الشائعات التي انتشرت سقوط طائرة ركاب في إمارة رأس الخيمة وتحطمها واحتراقها، فيما نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة هذا الخبر وتبين أنه حريق في سكن خاص بالعمال. الجدير بالذكر أن عقوبة ترويج الشائعات تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 درهم. حياكم مرة ثانية، ونأخذكم الآن إلى غمار هذا الحوار وهذه القضية التي الآن تقلق المجتمع وأصبح لها صدى كبير في المجتمع، ولذلك نحن أخذين على عاتقنا أن احنا أيضا نظهر بعض الجوانب القانونية والجوانب الاجتماعية لهذه القضية. أول شيء نحن نبغي من الأستاذ المحامي طبعا يعرفنا أن قرينا نحن في التقرير وسمعنا في التقرير أن هناك قوانين ستكون رادعة لهذه، لكن قبل أن نأخذ القوانين أنتم كمحامون كيف يعني نظرتم لهذه الشائعات من ناحية أول ما جاكم أنه نحن سنصدر قوانين، نظرتكم أنتم لهذه الشائعات كيف كانت؟ أولاً الإشاعات الله يسلمك لها أهمية كبيرة بالنسبة للجرائم هذه، بعض الناس يستهين فيها والبعض الآخر يجري خلف الإشاعات ويقوم بنقلها للمجالس والمنتديات والإنترنت. صحيح. قد عرفها قانون العقوبات على أن كل شخص يقوم بنقل نقل أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة يكون من شأنها التأثير في الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بمصلحة العامة. هذه الأخبار المزيفة تنتشر بسرعة في الشعب وتداولونها العامة باعتقاد من صحتها. صحيح. طب يعني الأخ سالم، أنت كمرتاد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ولك تغريدات كثيرة وعلاقة بالمجتمع من خلال هذه الصفحات، مدى تأثيرها إذا استغلت هذه الصفحات والتواصل الاجتماعي لنشر مثل هذه الشائعات على المجتمع؟ طبعا الفترة الأخيرة هي انتشرت بشكل كبير، ظهرت الإشاعات في المجتمع، و
كذلك في كل مكان راح تشوفوا الإشاعات منتشرة بشكل كبير. نعم. في الجامعات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في التجمعات في المقايس والمقاهي والمراكز السوا حتى بين الجروبات في الواتساب يعني. نعم. أو البلاك بيري. يعني انتشار سريع. انتشار سريع والمصيبة في اللي يصدق الخبر هذا. نعم. كون انتشرت بشكل كبير في المجتمع. نعم. فالمصيبة الرئيسية أن أيضا تصديق عملية الخبر. نعم. هذه مشكلة كبيرة. طب الآن هل هناك قوانين أو تشريعات سنيتوها أنتم كمحامون وكجهات مختصة؟ لا طبعا للحد منها؟ المحامي لم يسن، ولكن المشرع الإماراتي سن قوانين وأصدر قوانين صارمة على كل شخص تسول له نفسه أنه يروج الإشاعات. إصدار مسبق أو إصدار حديث؟ لا مسبق. مسبق. قد تصل. نعم. عقوبات إلى 10 سنوات. نعم. وتراوح من الحبس إلى السجن. وتكلمنا عن الحبس وهو الجنحة. إذا كان أحد أثار إشاعة بسبب تكدير الرأي العام أو إشاعة الرعب بين الناس. نعم. في القانون هني اعتبرها جنحة. ولكن شدد العقوبة إذا كان أحد الموظفين هو من قام بترويج الإشاعة. نعم. في هالحالة يشدد العقوبة على الموظف. زين، معنا محادثة هاتفية نأخذ أيضا رأي الأستاذ. معنا عبر الهاتف الرائد هاني شيباني رئيس قسم البرامج التلفزيونية. حياك الله أستاذي. الله يحييك. يا سلام. الله يسلمك يا رب. أولا طبعا نحييك معنا ونسألك سؤالنا الأول، هو تأثير هذه الشائعات على المجتمع الإماراتي؟ والله الشائعات تؤثر بشكل سلبي على اي مجتمع، لان انت في النهايه لما تنطلق شائعه يكون لها كثير من التاثيرات الاجتماعيه السلبيه، خاصه اذا كان تتعلق بشخصيات عامه، تتعلق باحداث ممكن تثير حاله من الفزع، تثير حاله من الهلع، ممكن تاثر على النواحي الاقتصاديه صحيح. يعني لها تأثيرات كبيرة حسب الشائع. على مستوى الحوادث اللي مثل ما ذكرت أنت، هناك الحادثة التي حصلت من كم من يوم أن هناك طائرة سقطت، ولكن لم تكن هناك طائرة، هو كان مستودع يحترق. كيف تعاملتم مع أو الشرطة بشكل عام تتعامل مع مثل هذه الحوادث؟ في مثل هالأمور أفضل حل هو الشفافية، هو البحث عن الحقيقة في الشائع هذا. نعم. إذا أنت قتلت الشائع في مهدة بإيصال الحقيقة للناس وحقيقة ما يحدث، فأنت قدرت تقتل الشائع. لكن إذا. نعم. تم صار في تعتيم أو تم في صمت تجاه ما تم هذه، فالشائع راح تكبر والناس راح تزيد وراح تتحول مثل كرة الثلج يعني. نعم. تقصد بهنا أنه شفافية المؤسسات والجهات الرسمية. صحيح. ايه، افضل وسيله انك انت تطلق الحقيقه. نعم. تبحث عن الحقيقه وتطلقها وتعرف الناس بشكل سريع. طبعا بشكل سريع طبعا، باكثر بقدر الامكان باسرع طريقه ممكنه يعني. طب التاخير في الرد على هذه الشائعات كم يعني كيفيه التاثير؟ بتكون تاثير كبير او انتم من موقعكم انتم كجهه مختصه رايتم ان لا تكون هناك تاثيرات كبيره خصوصا في دوله الامارات؟ لا، هو في امور كثيره يعني تتحكم في طريقة التعامل. نعم. الشائعة نفسها ومدى تأثيرها. في بعض الشائعات نحتاج احنا للتثبت مع حقيقتها، نحتاج يعني ما تكون عندنا المعلومات الكافية. صحيح. انت كجهة محاسب على المعلومة اللي تقدمها. نعم. ويجب ان تكون معلومة صحيحة. صحيح. طب الآن الآلية اللي انتم تتبعونها في معاقبة، هناك قوانين سنتحدث معها مع الإخوان هنا عندنا في الاستوديو، لكن أنتم كجهة مختصة كيف تبحثون عن مصدر هذه الإشاعات؟ هل هناك آلية معينة عندكم؟ طبعا في آليات يعني معقدة شوي تتعلق بعمل بحث التحريات. نعم. في هالأمور هي طبعا للوصول بأسرع طريقة ممكنة، صعب. نعم. يعني شرحها وتفصيلها يعني بالنسبة للمشاهد. التحريات الإلكترونية طبعا وليست سهلة، ولكن ما شاء الله أنتكم عندكم يعني الإمكانية الكبيرة. لكن أكيد أكيد في طبعا في حرفية وفي ناس متخصصين في هذا. نعم. قادرين على التبحر فيها بشكل أفضل يعني. نعم. طبعا نحن نشكرك على مداخلتك ونتمنى إن شاء الله توفيقكم دائما والحفاظ على أمن الدولة. لك الشكر. شكرا عزيز. شكرا. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. اذا نشكر، كان معنا عبد الهاتف الرائد هاني شيباني رئيس قسم البرامج التلفزيونيه في دبي. نعود الى ضيوفنا ونذهب الان مره ثانيه نعود الى القوانين. خبرنا شوي عن القوانين ايضا التي تحد من هذه الشائعات. اولا الاشاعات، هناك اشاعات ضد فرد.
وهذه الإشاعات مثل التحريض أو التشهير والسب والقذف، وهذه الإشاعات تؤدي إلى تشويه سمعة هذا الشخص. صحيح. لكن الدعوة الجزائية هنا لا، يجب أن تحرك من المجني عليه نفسه. أما الإشاعات اللي في حق المجتمع أو تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، فهني القوانين شدد عليه العقوبة ونص في المادة 198 على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع بيانات أو أخبار أو إشاعات كاذبة بغرض تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة. نعم. أستاذ سالم، أنت كمرتادي لمواقع التواصل الاجتماعي وخبرتك فيها، الآلية اللي أنتم تقترحونها للرد على مثل هذه الشائعات، هل أنتم تردون عليها من خلال نفس المجالات التي نشرت من خلالها، أو أنكم تتريثون حتى تروا الرد من خلال الجهات المختصة؟ لا، في البداية هي طبعا إذا كانت مصدرها مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي هي يعتمد على مصدر الخبر من وين. نعم. ولكن في الفترة الأخيرة يعني انتشرت الإشاعات اللي فعلا سببت ضجة في المجتمع في المجتمع، اللي ظهرت إشاعة أن شخص توفى أو فلان توفى وهو لا زال على قيد الحياة. نعم. فتم اختيار كذا شخصية، لاعب كرة قدم أو ممثل أو مطرب، أنه توفى. نعم. وفي مجموعة كبيرة صدقت، وهلا يمكن كانوا هم يعني سمعوا الموضوع. صحيح. طبعا أستاذ محمد، إذا الآن نحن نتكلم عن داخل دولة الإمارات، ماذا لو كان هناك إشاعة من مصدرها خارج دولة الإمارات ولكنها تمس بأمن أو برجال أو بقادة أو بالشخصيات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ يجب أن تحرك الدعوة الجزائية في النيابة العامة. نعم. على هذا الشخص ويتم التعميم عليه حتى لو كان خارج الدولة. نعم. لأن هناك اتفاقيات الدولة مع الدولة الأخرى، لو ارتكب في دولة بينها وبين الدولة اتفاقية فإنه يتم تسليم المجرمين فيها على هذه. نعم. لكنه ممكن يعاقب بقوانين الدولة بناء على العلاقات بين الدولتين والاتفاقيات. لكن جريمة الإشاعات هي تقوم على ركنين، بنتكلم كرؤوس أقلام، احنا ما ندخل في المواضيع لما يمكن. نعم. نحن نريد أن نوجه الإرشاد للمشاهدين حتى يعلمون أن هناك قوانين وهناك أيضا يعني آلية وعقوبات حتى يستطيعوا أن يتوقفوا عن هذا. هناك عقوبات مشددة. أولا، لتوافر هذه الجريمة يجب أن يكون هناك ركن مادي وهو إظهار أو إشاعة الخبر، والركن الثاني هو الركن المعنوي، والمعنوي يتم عن طريق عنصرين وهو العلم والإرادة، بأن يعلم بأن هذا الخبر يثير تكدير في الرأي العام. نعم. ومع هذا كله ينشر الخبر وهو عالم بما يفعل هذا. نعم. لذلك إذا توافرت هذه الأركان يطبق على الجاني العقاب. العقاب. سواء كان الحبس أو السجن. الحبس أو السجن. نعم. سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم. ولكن طبعا تعود إلى الاتفاقيات بين الدولتين. نعم. إذا ذهبنا مرة أخرى إلى التواصل الاجتماعي وتعاملكم مجتمعيا، انت في رايك شو المقترحات اللي ممكن تستخدمها طرق يعني التواصل الاجتماعي للحد من هذه الظواهر؟ طبعا تطبيق العقوبات مباشره على طول. نعم. تطبيق العقوبات مباشره. نعم. طبعا تطبيق العقوبات ستعود طبعا على الجهه المختصه وعلى دوائر القضاء، لكن انتم كآليه انتم ممكن تتبعونها لترشيد الناس، اللي هي تتبع القنوات الرسميه. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حساباتهم اللي انهم يتابعون القنوات الرسميه المعتمده ونقل الحاله مباشره. نعم. إيه؟ ما ياخذون الخبر من شخص فرد عادي يعني. نعم. هم بعارفين مصدره من وين هو. وانتم عليكم دور ايضا انكم تقومون انكم بنشر الحقائق عندما تصدر من الجهات الرسميه، وهذا تقومون فيه. نعم. نعم. طبعا الاستاذ محمد، ايضا العديد من هذه الشائعات مثل ما قلت نحن تمس أشخاص مهمين في الدولة وبعضها تمس أمن الدولة، ولكن هناك شائعات لا تمس أحد ولكنها أيضا تعتبر شائعات، فهل هناك قانون أيضا يجرم أصحاب الكلام اللي نحن نقول كلام فارغ يعني ما منها رجاء اللي يثير أخبار كاذبة بشرط من شأنها تأثير على الرأي العام؟ نعم. أو إلقاء الرعب بين الناس أو الضرر بالمصلحة. نعم. العامة. نعم. لو كان ما فيها ضرر، بل القانون حدد على سبيل الحصر من مثل هذه الإشاعات. نعم. كان يكدر للرأي العام أو يثير الرعب أو يؤثر بالمصلحة العامة، كمن يؤثر في التنمية. صحيح. الاقتصادية أو. نعم. في الأمور الاقتصادية، بأن يثير أخبار شائعة في الأسهم وفي البورصة فيحدث انهيار وتخسر. طبعا. طبعا. من هذه الإشاعات. نعم. فهذا يعاقب عليها. صحيح. كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور؟ هذا أريد أن أتكلم في موضوع الإشاعات، بأن الناس يدخلون في موضوع الإشاعات ولا يعرفون المصدر الموثوق من هذه الإشاعات. نعم. اللي يحمل الدليل. فأنا أنصح الناس أن أي واحد يعرف شخص يقوم بإثارة الإشاعات أو يقوم بتسجيل أدوات ومحررات ومطبوعات ليتم نشرها، يتم
البلاغ عليه ويتم إلى الجهات المعنية لاتخذ إجراءات قبل هذا الشخص. الجهات المعنية، هل هناك تطبيقات الآن موجودة عندكم كدوائر قضاء للتواصل؟ نعم، هناك وزارة الداخلية تبذل جهود حثيثة خاصة في إدارة التحريات، هناك أقسام خاصة لهذه الأمور وهي الجرائم. نظم المعلومات فهم يتتبعونها ويتم ضبط الشخص وحالته للمحاكم ومحاكم عادلة. شكرا لك أستاذ سالم. هل توجه كلمة للمشاهدين؟ نعم. أو لمروجي الإشاعات؟ بالفعل لمروجي الإشاعات طبعا القانون بيتخذ مجرى عام، لكن أنا أتكلم على الناس اللي يسمعون الخبر. نعم. أو يسمعون الإشاعة بشكل أدق، أنهم يتبعون قنوات الرسمية لنقل الأخبار. نعم. والتأكد من الإشاعة 100%. شكرا لكم جزيل الشكر، أسعدتنا اليوم، الله يحفظكم يا رب. إذن نحن نشكر الضيوف، الأستاذ المحامي محمد عبدالله البريكي من أبو ظبي، والأخ سالم الكربي باحث اجتماعي من العين، وكان معنا عبر الهاتف الرائد هاني الشيباني رئيس قسم البرامج التلفزيونية في دبي. ما زلنا متواصلين معكم ومسا الإمارات، ولكن بعد هذا الفاصل.